تتغير الشروط والأجواء والظروف لن تتغير النتائج. نفس رؤوس الفساد ورؤوس السلطة الباغية باقية في مكانها، ستقوم بالتزوير، ستقوم بالسرقة، ستقوم بالتهديد. أنت اليوم إذا نزلت انتخابات ويمكن الناس يحبوك، يجيك واحد ماخذ 5-6 ملايين دولار من دولة مجاورة أو من سرقة ميليشيات ويصير في وجهك بالانتخابات، كيف يمكن لك أن تفوز وهو يهدد من حتى يهدد بالقتل من يصوتون لك؟ فلذلك أنا ليس متفائلا بهذه الانتخابات، لأن لم يتغير شيء على الإطلاق، بل ستتغير الوجوه. هناك أنا أقدر 300-400 شخص موجودين في المنطقة الخضراء، يتم تدوير السلطة فيما بينهم، هذا يصعد هذا ينزل، هذا يصير وزير داخلية، هذا يصير وزير خارجية، هذا يصير وزير رئيس وزراء ينزل، مثل عادة عمادي كان نائب رئيس جمهورية صار رئيس وزراء قبلها وزير مالية. تلاحظ نفس الوجوه، لأن كلهم عابرين مرحلة الفحص والتشييك الإيراني.